السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تعليقكم فيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم تخفيضات ساره. واليوم جيت لكم ان شاء الله بواحد الميزات اللي فريمون غادي يكونوا واعرين بزاف، غيعجبكم كاملين. انا متاكده دابا كيف كنقولوا وليت كنعرف الذوق ديالكم. من اكثر الحوايج اللي كتطلبونا عليهم بزاف كيوصلونا على الواتساب، جبتهم لكم اليوم. واهم حاجه بنص الثمن، ان شاء الله غتشوفوا هذا الشيء وغتشوفوا الثمن ديالو. فريمون غادي يصدمكم، شي حاجه اللي واعره بزاف واللي ان شاء الله كلكم غادي عجبكم. والناس اللي بغاو يجيو يزورونا في المحل فاكيد مرحبا بكم كاملين. النعت راه ساهل بزاف، الا بغيتوا انكم ان شاء الله تجيو غادي تقبطوا غير الطريق الرئيسيه، شارع الحسن الثاني اللي كيدو زاك على الرباط وكيدوز حتى على تماره. كتجيو مع النيشان حتى كتوصلوا لعيناتك، غير كتفوتوا المحطه ديال افريقيا وكتدوروا على يدكم اليمين. محطه افريقيا وحده اللي كاينه في عيناتك، كتفوتوها ودوروا على يدكم اليمين. كنتو جايين من الجهه ديال الصخيرات ولا هابطين على هاك على تمسنا، نيس على شارع ديال الحسن الثاني، غير كتفوتوا البيم سيو بانك واول دوره كتلقاوها على يدكم دليسر كدوروا معاها. راه ان شاء الله المحل كتلقاوه قبلت المسجد، راه قريب بزاف للشارع الرئيسي. مرحبا بكم ان شاء الله كاملين، تشرفونا بزيارتكم. والناس اللي بعدو يبغوا انهم يكومونديو فاكيد مرحبا بالكوموند ديالكم كاملين. كنعتذر بعض المرات ما كنقدروش ان نجاوبوا هكا لي زابيل كاملين نظرا للضغط اللي كيكون هكا على الهاتف، ولكن ان شاء الله كنجاوبوا الناس كاملين. كاع اللي كيخلي لي ميساج في الواتساب راه كلهم ان شاء الله كنجاوبهم. وفقط واحد الملاحظه بسيطه، الناس اللي كيصيفطوا لي هكا بعض السلعه هكا الواتساب وكيتعطلوا عليها فريمون بزاف، فراه كاين بعض الساعات اللي كتقاد. دونك حاولوا انه الى عجبتكم شي حاجه وهذا فتقدروا انكم تفيرسيو باش كتقص لها ريزيرفي ليكم نتوما. كاين اللي كنصيفط ليه مثلا النيميرو دو كونط وكيبقى واحد المده اللي طويله وموراها كيجي كيفيرسي. دونك دائما خصنا حتى كيتعطلوا، فحاولوا انكم تسولوني قبل ما تديروا الفيرسمون باش كتاكدوا انه هذيك السلعه اللي كنتو اختاريتو راها مازال في المحل. السلعه كتجمع يوفا كيدير هكا الفيرمون، راه السلعه ديالكم ان شاء الله كتجمع وكتوصلكم حتى للدار. توصل كيكون ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه فين ما كنتو في المغرب كامل. ومرحبا بكم ان شاء الله كاملين الناس اللي يجيو يزورونا، وكذلك حتى الناس اللي تواصلوا معنا في الواتساب مرحبا بكم. وان شاء الله بلا ما نطول عليكم ان شاء الله نبداو مع هذا الفيديو. والناس كذلك حتى اللي كيبغوا لو تيرموميكس دو كوبل دو تيرموميكس فراندو وحتى الاوركلاد راهم كلهم كاينين. التيرموميكس راه كاين في حاليا لا فيرسون جديده واللي هي التيرموميكس الاسود، الناس اللي كانوا باغينو راه كاين حاليا. الثمن ديالو كيجي ب 17600 درهم وكيجيو معاه ثلاثه ديال الكادويات. كيجي معاه ديكوب مينوت اللي كيجي كيغابي كيجي كيحك وكيقطع، وكيجي معاه كذلك حتى الكتاب الازرق والكتاب الاخضر باردون، وكيجي معاه حتى لو ساك دو ترونسبور. والناس اكيد اللي كيبغيو هكا التيرموميكس الابيض راه حتى هو كذلك مازال مستمره فيه نفس لا بروموسيون، كيجي ب 16700 درهم وكيجي معاه الكتاب الازرق ككادو، وكيجي معاه لو ساك ديال الترونسبور وحتى لو في كاسات حتى هو كذلك راه حاليا راه خرج. راه تواصلوا معايا عبر الرقم ديال الواتساب. وبلا ما نطول لكم هنايا ندوزو ان شاء الله الاول بروموسيون كتجي اليوم. ونبداو ان شاء الله مع هاد الشبيكات هادو اللي كتسبق لي دوزتهم لكم وكانوا عجبوكم بزاف. هادو كيصلحوا وتقدروا انكم ديروا فيهم مثلا الديسير ديالكم وكيبقى هكا مغطي ما كتقرب لي حتى شي حاجه الخبز، اي حاجه بغيتوا انكم تبقاو محافظين عليها. كتجي فيها من تحت هكا شبيكه، راه كلها كتجي هكا بالميتال الممتاز وكتجي من الفوق على هذا الشكل هذا، كتجي بحال الشكل ديال التفيحه وكديروا في قلبها شنو ما بغيتوا. هي كتاخذ اللون ديال داكشي اللي دايرين في قلبها، كتجي فيها هذا اللون هذا الاخضر ومتوفر فيها كذلك حتى هذا اللون هذا الموف، حتى هو كذلك كيجي الشكل ديالو فريمون جميل بزاف. وفيها كذلك حتى هذا الشكل هذا الازرق. فوالا بالنسبه للثمن ديالها، راه نورمالمون هي كان الثمن ديالها ب 25 درهم، دابا حاليا ناقص 20% فيها كيبقى الثمن ديالها ب 20 درهم. 20 درهم مده 10 ايام فقط. فوالا كيف ما وعدتكم الميزات ديال اليوم الناس اللي كانوا باغيينها فمرحبا بكم. هذه كانت قضت وعاودنا جبناها، راها هي حاليا دابا غير ب 20 درهم فقط الناس اللي بغاوها. نكملوا وبقاو دائما مع التخفيضات ومع الميزات ديال محلكم تخفيضات ساره. كاين كذلك حتى هاد الدجاجه هادي كتجي على هاد الشكل، شوف كيف كيجي الشكل ديالها. الاشاره هذا راه بديع، راه ماشي بلاستيك، شوف كيف كتجي لا كاريتي ديالها، راه كتجي ثقيله وكتجي كلها بالبديع فريمون. واحد لا كاريتي كتجي فيها ممتازه، ولتحت كتجي كلها بالميتال وكتجي فيها هاد لو موديل بحال داك القفص كيكون ديال الدجاج، راه نفس الشكل ديالو وكتجي كلها بالدوغي. كديروا فيها لتحت هكا البيض وكتم بحال الدجاجه راه حاضين هكا على البويضات ديالها، كيجي الشكل ديالها فريمون حلو بزاف. وبالنسبه لهذه راه فيها ثلاثه ديال اللوينات جبنا لكم حاليا، دبر فيها اللون الابيض، فيها كذلك حتى اللون الاسود كيجي داخل معها هكا الدوغي، وكيجي فيها كذلك حتى اللون الاصفر اللي كيجي داخل معاه اللون الابيض.
بالنسبه للثمن ديالها نورمالمون كان الثمن ديال هذه ب 250 درهم، دابا حاليا الاول مره ب 180 درهم. 180 درهم الناس اللي كانوا باغيينها فراها هي دي ب 180 درهم فقط لمده 10 ايام. دائما ردوا البال للتاريخ اللي كنحط فيها كار فيديو، راه موراها ب 10 ايام راه ما كتبقاش ديك لا بروموسيون. 180 درهم فقط. نكملوا وبقاو دائما مع الهميزات. كاين كذلك حتى هاد الهاتف هذا اللي كيجي على هاد الشكل، شوف كيف كتجي لا كاليتي ديالو، فريمون شي حاجه اللي واعره بزاف. هذا هاتف بحال داك الشكل شحال هادي قديما، راه بحال هكاك، غير هو دابا هذا راه كيجاك على شكل ساعه، نتمنى انه يكون واضح. وراه كيجي زوج في واحد، تقدروا انكم تشوفوا به الساعه وحتى في نفس الوقت كتقدروا انكم تحققوا كالارم، غير كتجي كديروا فيها كالحجر من هنا في التحت، وكتقدروا انكم كتحققوا هكا على الارم اللي بغيتوا. هاد الهاتف هذا راه كيجي كيتهز ولا بحال هكا، تقدروا انكم تخدموا به، كيجي كديكور اكيد. وفي هاد اللون هذا اللي كيجي في اللون الذهبي، وكيجي فيه كذلك حتى هاد اللون هذا الكري اللي داخل معاه اللون الدوري. نتوما على حسب لا ديكوراسيون اللي عندكم في المنزل ديالكم تقدروا تختاروا المناسب ليكم. الثمن ديالو راه ماشي 100 درهم، ماشي 130 درهم، عندنا محلكم تخفيضات ترى غير ب 70 درهم. 70 درهم فقط الهاتف ديكور، وحتى في نفس الوقت كيجي كساعه غير ب 70 درهم فقط. نكملوا ونبقاو دائما مع لي بروموسيون. كاين كذلك حتى هاد الكؤوس هادو، شوف كيف كتجي لا كاليتي ديالهم، شوفوا الزاج كيفاش كيجي، الرجاج ديالهم فريمون رقيق، واحد لا كاليتي ممتازه. تقدموهم هكا للضيوف ديالكم، وكذلكم حتى لكم نتوما ووليداتكم اكيد، علاش لا، تقدروا تقدموا فيها كالعصير، تقدروا تقدموا فيها هكا الماء او شنو ما بغيتوا. بالنسبه للكؤوس اللي كيجيو فيه راه كيجي فيه هكا 6 ديال الكؤوس، كلهم كتجي هكا اليد ديالهم هكا في اللون الاصفر، وكيجي الزاج ديالهم هكا نقي فريمون مزيان ولامع. وعاد كتجي لا كغاف الكبيره، 6 ديال الكؤوس مع لا كغاف الكبيره، شوف قداش كتجي مقارنه مع اليد ديالي ما شاء الله، راه فريمون كتهز مزيان. ولا كاليتي ديال الزجاج ديالها كتجي ممتازه. وهنا في الفوق هذا راه كيجي باللون الذهبي، دابا هنا راه فيها فوالا هذا راه كيجي كله بالدوغي، دابا هنا في البلاستيك ديالها غير في الاول، ثم اكيد كتاخذوا كتحيدوه باش كتبقاو هكا محافظين عليها. وبالنسبه للثمن ديالها راه هادشي كامل كيجي ب 200 درهم، 200 درهم 6 ديال الكؤوس ممتازين مع لا كغاف ديالهم. هادو نورمالمون راه بحال الشكل هكا اللي دوزت لكم هكا قبل، راه كاين واحد الشكل اخر ديال الكغاف، كغاف هكا مع زوج ديال الكؤوس من هاد النوع هذا، كيجي الثمن ديالهم 160 درهم. دابا حاليا 6 ديال الكؤوس مع لا كغاف الكبيره الثمن ديالهم ب 200 درهم فقط. عند محلكم تخفيضات صراحه، هاد لا بروموسيون راه حتى هي كذلك مده 10 ايام فقط. هادو حتى هما كذلك الثمن ديالهم كيجي ب 250 درهم، و10 ايام غادي يبقاو غير ب 200 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الصينيه هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا فوالا، نتمنى يكون واضح. بالنسبه لهاد الصينيه راه كيجي اصل ديالها نحاس ومشلى بالفضه، وبالنسبه للارجل ديالها راه كيجيو على هاد الشكل هذا، وكتجي ما شاء الله كبيره. هذه راه فيها العبارات، بحط لكم هنايا العبار المتوسط، وكاين العبارات هكا كبر منها، وكاين كذلك حتى العبارات صغر منها. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي غير ب 400 درهم فقط. عند محلكم تخفيضات صرا، كنأكد هذه راه الصينيه المقلوبه ديال النحاس، واللي عمرها نهائيا ما كتصدم كيوقع ليها حتى شي حاجه. كيف كتعرفوا النحاس راه كيبقى كيف ما هو، خصوصا اللي كان هكا مشلل بالفضه فكيبقى اكيد كيف ما خديته. والاخر كتجي فيها هكا المراه، والثمن ديالها كيف ما ذكرت راه كتجي غير ب 400 درهم فقط. عند محلكم تخفيضات صراحه، هاد العبر هذا اللي فريمون كيجي كبير، شوف قداش كيجي مقارنه مع اليد ديالي. دابا راه زاك الكؤوس كبارين ديال الماء مع لا كغاف الكبيره ديالهم، وراه باقي ما شاء الله فين يتزاد. الثمن ديالها غير ب 400 درهم فقط. نكملوا ودوزوا دابا لهاد الشجره هادي، شوفوا قداش كتجي ما شاء الله الحجم ديالها. بالنسبه لهادي راه الاوراق ديالها كيجيو بحال هكا، كيجيو تروبيكال، وكتجي ما شاء الله كبيره. دابا هادي عاد كتزيد كتحل، نتوما اكيد تقدروا انكم تحلوها كيف ما بغيتوا، كتزيد بحال هكا كتحل. انا غير محليتها دابا كمزيان كتحل هكا، وراه باقي فيها لداخل ما شاء الله. الفياج ديالها فريمون كيجي كثير، الشركة كيخلي انكم نتوما تقدروا تحكموا هكا في الحجم ديالها، واش تبغيوها هكا كبيره ولا تبغيوها هكا صغيره. حتى هادي كيف كنقولوا كتجي شجره كروميه، كتعطيكم واحد لاطوش هكا ديال الخضوره في المنازل ديالكم. وحتى من هنا كيف كيجي فيها شكل طبيعي فريمون بحال الاشجار الطبيعيه. كيجي الثمن ديالها غير ب 160 درهم فقط. عند محلكم تخفيضات سارة، حتى هي كذلك راه فيها تخفيض. وبالنسبه لهادي راه كيجي فيها هنايا في التحت بو، يعني راه ماشي تقدروا انكم تحطوها يعني غير هكا، ولا تقدروا انكم تديروا ليها هكا شي كاش بو، يعني كتجي ديجا هكا مقاده في البو ديالها مع القبس وكل شيء، وتقدروا ديروا فيها لداخل هكا مثلا بغيتوا الكالي ولا اي حاجه. وبالنسبه للكاش بو ديالها اللي دايره معها انا هنايا كيجي على هذا الشكل، كيجي هذا راه ميتال
ولا كيف كيبان لكم. والثمن ديالو راه كيجي غير 35 درهم، 35 درهم فقط. هذا محلكم تخفيض، ترى ماشي بالضروره تخدموا مع هاد الشجره هذه، تقدروا ديروه مع ما بغيتوا. راه كيجي ما شاء الله عريض، وشحال ما كانت كبيره فراه فريمون كيتساع فيها. ان بو لا كاش بو، والثمن ديالو غير 35 درهم. وبالنسبه لك ذكرت الشجره راه كتجي ب 160 درهم فقط. هذا محلكم تخفيضات ترى. نبقاو دائما مع الخضوره، وندوزو دابا لهاد لي بو هادو اللي كيجيو صغار، كيجيو على هاد الشكل هذا. شوفوا ما شاء الله كيف كتجي الجماليه ديالهم، ولا قدش كيجيو مقارنه مع اليد ديالي، كيجيو فريمون حلوين بزاف في الحطه. وكتجي فيهم هنايا هاد هاد الفياج كيف كنقولوا ديال هاد الوريدات اللي كيجيو فيهم، فراه كيجي فريمون محاكي للواقع، كيجي جميل بزاف. هذا كيجي بحال شكل هكا ديال لي زوركيدي فوالا. وهنا لداخل كتجي فيها بحال الكالي اللي كيجي على هاد الشكل، فيها عده الوان. راه متوفر فيها هاد اللون هذا الموف، وفيها كذلك حتى الوان اخرى. بالنسبه لهاد لو بو اللي كيجي فيها راه كيجي كامل هكا بالدوغي، وكيجي ديال البديع، راه ماشي بلاستيك، راه بديع كيف كيبان لكم فوالا. وفوالا قداش كيجي مقرصه مع اليد ديالي، كيجي فيه كيف ذكرت هاد اللون هذا الموف، متوفر فيه كذلك حتى هاد اللون هذا الغوز، فيه كذلك حتى اللون الابيض تلقى فيها هكا انتوش هكا ديال الغوز، وفيه كذلك حتى اللون الاصفر. بالنسبه لهاد اللون الاصفر راه كيجي كمختلف في هاد لو بو، كيجي على هاد الشكل، كيجي شكل هكا ديال مربع، وحتى هو كذلك كيجي شكل ديالو فريمون جميل بزاف. وعاد كاين هاد لو موديل هذا اللي كيجي هكا الشكل ديالو دائري، ولا قدش حتى هو كيجي مقارنه مع اليد ديالي، وكيجي على هاد الشكل هذا، كيجي بحال الشكل هكا ديال لي كاكتوس فوالا. بالنسبه للثمن ديالهم فراهم كيجيو ب 60 درهم، ب 60 درهم فقط، وراهم كيجيو تقالين. هادو هما اللي كتلقاهم ب 100 درهم، راهم عند بحالكم تخفيضات صرا ب 60 درهم فقط، وكيجيو طبيعيين يعني في الحطه ديالهم. وهذا خاصك كتقرب حداهم عاد ديك الساعه كيبان لك واش لا بلونط طبيعيه ولا ماشي طبيعيه. وحتى الشكل ديالهم كيعطيو واحد لاطوش هكا ديال الخضوره، وواحد لاطوش طبيعيه للمنازل ديالكم. الثمن ديالهم كيف ذكرت راهم كيجيو ب 60 درهم. نكملوا ندوزوا دابا الاناناسات اللي اكيد كتسناوهم كاملين، كدوزهم لكم في الفيديو اللي فات بعض الاشكال منهم، وكانوا عجبوكم بزاف، كان معتذر بزاف خصوصا هادشي ديال الديكورات. بزاف ديال الناس كانوا جاو ولقاوه مالوغوزمون تسالا، حاليا دابا راه عاودنا جبناهم لكم، وجبنا لكم اكيد اشكال بزاف مختلفين. الو بالنسبه لهادو نبداو ان شاء الله مع اول موديل اللي هو هذا، هاد الاناناسه هادي صغيره بيبي اناناس كيف كنقولوا. هادي كيف ذكرت لكم ديجا راه كتجي كلها هكا بالبديع، كيجي هكا الحجم ديالها صغير فوالا، وكتجي ما شاء الله ثقيله. الثمن ديالها كتجي ب 30 درهم، ب 30 درهم فقط، راه ماشي 50 ماشي 60، غير ب 30 درهم الاناناسه الصغيره. بالنسبه للاناناسه الكبيره راه كيجي الثمن ديالها ب 45 درهم، 45 درهم. هادي نورمالمون راه كتلقاوها ب 100 درهم ولا 90 درهم، عند محلكم تخفيضات صرا كتجي ب 45 درهم فقط. هادي السعر ما شاء الله شحال ما جبنا من هذه العدد، راه ما شاء الله ما كتبقاش. الناس اللي بغيوها فمرحبا بكم، 45 درهم. وجبنا لكم فيها حتى كذلك دابا شكل واحد اخر، هذا راه الشكل ديالو تقريبا نفس هذه ديال الصغيره فوالا. نتمنى لكم كيبان لكم هكا بالنسبه لهاد الديكور اللي فيهم. هاد المعينه كيجيو بحال بحال، وحتى في الفوق ديالها راهم كيجيو نفس الشكل. هما هاد الاناناسه الصغيره كتجي مع هاد الشكل، وهاد الشكل كيجي معاهم بزوج. وبالنسبه لهادي هادي كتجي اثقل، بالنسبه للثقل ديالها هادي راه هو الموديل ديال 100 درهم 120 درهم، راه عندنا حكم تخفيضات صرا ب 60 درهم فقط، 60 درهم. وشوفوا لا كاليتي ديالو كيفاش كتجي، كيجي فريمون ممتاز، حتى هو كدير اكيد بالبديع. غير هذا الثقل ديالو كيجي زايد على لو موديل الاخر، هذا ب 45 درهم وهذا كيجي ب 60 درهم. حتى كذلك الديزاين ديالهم راه كيجي شويه مختلف، فكنحاول نوريكم دائما هكا جميع لي كاليتي وجميع الاشكال. حتى هذا اكيد حتى هو كذلك كيجي زوين، نتوما اكيد نتوما كيبقى عندكم الاختيار ما بين لي موديل بزوج، هذا ب 60 وهذا ب 45، والصغيره اكيد راه كتجي غير ب 30 درهم فقط. بالنسبه للبلاطو ديال المرايه راه كيجي الثمن ديالو غير ب 70 درهم. انا غير كنحط لكم هكا فيهم دابا باش يبان لكم هكا الشكل ديالهم وكيفاش تقدروا انكم تنسقوهم. هذا كيجي الثمن ديالو ب 70 درهم، وراه كيجي كامل هكا لداخل بالمرايه، كيجي اكيد بالميتال. نكملوا وندوزوا دابا لهاد الفراشات هادو، حتى هما كذلك وصيتونا عليهم فريمون بزاف. شوف كيف كيجي الشكل ديالهم ما شاء الله، كنحاول نوريكم هكا. بالنسبه لهادو راه كيجي فيهم العبارات، كاين العبار هكا الصغير كيجي على هاد الشكل هذا، وكيجيو هكا كيبانو هكا تخواضي في الحطة، وخصوصا ملي كيكون هكا كتشعلو الضو هذا راه كيعطيو هكا واحد البريق واحد اللمعان كي تحطو على هاد الشكل هذا.
بالنسبه لهذه فيها هذا العبر هذا الصغير والعبر الكبير هذا كيمشي هكا لو ديو يعني كيمشي هكا مع بعضياتهم. فوالا بالنسبه للعبر الكبير ديالها هادو راهم طوندونس حاليا بزاف، الثمن ديالهم بزوج فراهم كيجيو غير بستين درهم، ستين درهم بجوج كيجيو هكا فيهم هاد اللون هذا الازرق ومتوفر فيهم كذلك حتى هاد اللون هذا الغري، هذا غري او اسود حيتاش نتوما على حسب البلاصه فين حطيتوه على حسب اللون اللي عندكم هكا في البيت ديالكم، بعدا مرات كيبان هكا في اللون الاسود وبعدا مرات هكا كيبان هكا في اللون الغري فوالا. وكيبقاو هكا محطوطين هكا واقفين حتى هادو كذلك راه فيهم التخفيض، راهم نورمالمون ما كيجيوش ب 60 درهم حاليا، دابا الثمن ديالهم عند محلكم تخفيضات ترى غير ب 60 درهم بزوج، نورمالمون غير الكبيره بوحدها كتكون ب 60 درهم، يعني بحال هاد الصغيره هذه كتجيكم كادو معاها ملي كتاخذوهم هكا بزوج ب 60 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ترى. كاين هاد لو موديل هذا وكاين كذلك حتى هاد الشكل هذا. بالنسبه لهذا راه كيجي ما فيهش هذيك هذه من اللور يعني كتوقف هكا بوحدها، وهذه كتجي بالبديع فوالا هاد الشكل هكا الدوغي. بالنسبه لهادي فهاد العبار هذا الصغير راه كيجي الثمن ديالو 25 درهم، 25 درهم وحتى هو كذلك كيجي هكا فيهم هاد الشكل هكا اللي كيجي كيبان 3 دي فوالا، واش تقدروا تحطوا هكا في جويه بجوج يعني كيف كنقول كيجي فيهم هكا نفس الشكل. وكاين فيهم كذلك حتى هاد الفراشه هذه الكبيره، شوف ما شاء الله قداش كتجي، هذه كيجي الثمن ديالها ب 40 درهم، ب 40 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. هادو حتى هما كتكرا فيهم كميه فريمون محدوده، هادو راه جبناهم ما شاء الله قبل ما حتى ندوزهم راه ما شاء الله بداو كيمشيو. هادي ب 25 درهم والكبيره ديالها كتجي غير ب 40 درهم فقط. وكاين كذلك حتى الاناناسه اللي كتجي على هذا الشكل، حتى الاناناسه كذلك حتى كتجي بالبديع وما شاء الله كتجي ثقيله، كتجي بحال باردون ماشي اناناسه بلوتو اجاس كيف كنقولوا او بعويده، كتجي بحال بعويده هكا صغيره وعاد البعويده هكا الكبيره اللي كتجي هكا في الفوق كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذه فراه كيجي الثمن ديالها ب 40 درهم، 40 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره، وكتجي كلها بالبديع كنذكر وثقيله فريمون مزيان. نتوما اكيد في الكومبوزيسيون ديالكم تقدروا تختاروا هكا الشكل اللي بغيتو، كل حاجه تنسقوها هكا معيش ما بغيتو، راه كلشي متوفر هكا في المحل. والناس اللي بعاد كيف كنقولوا راه كيبان كنحاول نوضح لكم هكا جميع لي ديتاي هكا في الفيديو. هاد الاناناس ب 40 درهم فقط، هادو نورمالمون معروفين كيكون الثمن ديالهم فريمون غالي، هاد هاد النوع هذا ديال لي زاكسيسوار، ولكن دائما كنحاولوا نجيبو لكم احسن ما كاين في الكاليتي مع احسن ثمن. وكاين كذلك حتى هاد الشجيرات هادو، شوف كيف كيجي الشكل ديالهم ما شاء الله. بالنسبه لهادو راه جبت لكم فيهم ثلاثه ديال العبارات، هادو راهم زوج في واحد، تقدروا انكم ديروهم هكا غير كديكور او كذلك حتى بغيتو تعلقوا فيهم لي زاكسيسوار ديالكم راه ممكن، ولكن حتى هكا كديكور نورمالمون هو الاستعمال ديالهم الاول راه كديكور، كيجيو فريمون جميلين بزاف. كاين هاد العبار هذا الصغير كيجي الثمن ديالو ب 20 درهم فقط، راه بديع بديع وفريمون ثقيله، الثمن هذه ب 20 درهم صغيره، اللي كبر منها كتجي ب 30 درهم، وشوفوا معايا الهميزات كيف دايرين. وكاين كذلك هاد الكبيره كاع راه كتجي غير ب 40 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة، 20 30 40. وكاين كذلك حتى هاد العصفور هذا، بالنسبه للعصفور كيجي فيها كاين هاد اللون هذا الاسود اللي داخل معها كالغري، وكاين فيه كذلك حتى الدوغي راه كيجيو هكا زوج، حنوريكم هكا بجوج باش يبان لكم فوالا. كاين هاد العصفور الكبير وكاين معاهم هكا حتى العصفور الصغير ديالو، وبالنسبه للثمن ديالو راه كيجي ب 50 درهم، 50 درهم لو ديو مع بعضياتهم كيمشيو هادو ب 50 درهم فقط، حتى هو راه غير هاد نورمالمون العصفور بوحدو راه كيجي هاد الكبير هذا ب 50 درهم، دابا عندنا بحالكم تخفيضات ترى جوج ب 50 درهم فقط، في هاد اللون هذا الاسود كيف ذكرت، وفي كذلك حتى هاد اللون هذا الذهبي، شوف كيف كتجي لاكاليتي ديالو فريمون ممتازه، حتى هو كذلك اكيد كيجي ب 50 درهم فقط. فوالا كيف كيجي الشكل ديالهم مع بعضياتهم. وندوزو دابا ان شاء الله للبجاعات او هاد لي فلامون روز اللي كيجيو على هاد الشكل، شوف ما شاء الله كيف كيجي الحجم ديالهم، هادو كيجيو تبارك الله كبارين، الرجلين ديالهم كيجيو هكا بالميتال، كيجي هكا فيهم هاد الكومبينيزون هادي ديال الاسود مع اللون الدوغي او هاد التناسق هكا ديال الاسود مع الدوغي، كيعطي واحد الشكل اللي فريمون جميل بزاف وحلو فيهم بزاف، كيجيو على هاد الشكل. بالنسبه لهادو راه كيجي فيها الحجم الكبير ديالها كيجي الثمن ديالو ب 120 درهم، 120 درهم، هادو هما ديال 180 درهم عند محلكم تخفيضات ساره، كيجيو ب 120 درهم فقط، بحال هادي فيها تخفيض ديال 30%.
ورغم تقال ما شاء الله كيف ذكرتو كيجيو كاملين بالبديع، والحجم الصغير ديالها راه كيجي ب 80 درهم. هذا راه غير الحجم الصغير ديالها، تبارك الله راه كيجي كبير، راه ما يحسبش كما هكا صغير. فوالا قداش كنتي مقرت مع اليد ديالي، وهذا الحجم الكبير ديالها خلاص هذاك راه كيجي باين. الثمن ديال هذا الصغير كيجي ب 80 درهم، والثمن ديال الكبيره راه كتجي ب 120 درهم. حتى هما كدير لك التخفيض هذا، راه كيبقى فيهم مده 10 ايام فقط. نكملوا وبقوا دائما مع لي بروموسيون. بالنسبه فقط للاشاره، بالنسبه للبلاطويات راه كيجي فيهم ثلاثه ديال الاشكال. فيهم هذا الشكل هذا ديال السلسله كيف كيبان لكم، فيهم هذا الشكل هذا المعين، وفيهم كذلك حتى الشكل اللي كيجي فيه هكا هاد الدوائر. نتوما اكيد تقدروا تختاروا الشكل اللي كيناسبكم. نكملوا وندوزوا دابا لهاد المعلقات هادو اللي كيجيو مع هاد البطه او هاد الاوازه، كيجيو على هاد الشكل. هادو كيجي فيهم، شوف كيف كيجيو النقوش ديالهم، هما كيجيو جميلين بزاف، كيجيو منقوشين مزيان، وكيجيو المعلق راه ماشي صغار، راه كيجيو متوسطين ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف. تحطوهم هكا مع الحطه ديالكم هكا، كيجيو راقيين بزاف الحطه، وكذلك حتى مع لو سوبور ديالهم اللي كيجي كله منقوش على هذا الشكل. بعدا تمنى ان يكون واضح بالنسبه لهم، ما شاء الله كيجيو ثقالين. وبالنسبه للثمن ديالهم كتجي غير ب 180 درهم فقط عند محلكم، تخفيضات ساره. نكملوا وندوزوا دابا لهاد المجموعه هذه اللي كتجي متكامله كيف كنقولوا، محتاجه مورها ان شاء الله حتى شي حاجه في المنازل ديالكم. بالنسبه لهذه راه كيجيو فيها اول حاجه هما المواس، فوالا كتجي على هذا الشكل هذا. هذه راه كتقدروا انكم تخرجوها، بالنسبه لي كتقدروا انها تخرج بحال هكا، فوالا ملي يكون واضح. دابا غير هكا ما كنقدرش ندورها، راه كتجي نورمال كدور. وبالنسبه لهذه راه كتجي فيها اللالوش اول حاجه، كتجي فيها هاد الفرشيطه هذه اللي كتقدروا تقليو بها، وكيجي فيها كذلك حتى هاد المغرفه هذه، كيجي فيها كذلك حتى هاد اللي كتقدروا انكم تهزوا بها، وكيجي فيها كذلك حتى هذه اللي كتقدروا انكم تقلبوا بها مثلا هكا لي كريب او اي حاجه كنتو كطيبوها او الحرشه اكيد. وعاد كيجيو معاهم هكا الماس ديالها. بالنسبه للماس كيجي فيه احجام متعدده، كاين هذا الحجم هذا فوالا، كيجيو كلهم هكا بلينوكس الممتاز، وكيجي فيه كذلك حتى هذا حجم اكبر، كاين هذا الحجم هذا. حتى كذلك شوفوا الشكل هكا ديال الماس كيجي مختلف، كيجي فيه هذا المنشار هذا اللي كيجي ما شاء الله كبير، وعاد هذا الموس هذا الكبير كاع ديال التقطع. وبالنسبه للمصر هم كيقدروا انهم هكا، بالنسبه للمصر كيجيو هكا فيكس، وهادو هما اللي كيبقاو هكا كيدوروا كيخرجوا بحال هكا، ولا كيقدروا انهم كتعاودوا تردوهم عاد كيبقاو كيدوروا هكا في بلاصتهم. الثمن ديالهم هادشي كامل كيجي ب 600 درهم. ما حتاش نذكركم انه هذا كله راه كيجي اينوكس اينوكسيدابل، ما كيتصدم حتى شي حاجه، لا كاليتي ديالهم ممتازه، والثمن ديالهم كيف ذكرت كيجيو ب 600 درهم. عندنا محلكم تخفيضات ساره. القبطات ديالهم كيجيو هكا الشكل ديالهم سامبل، كيليقوا مع جميع الانواع هكا ديال الكوزينه ديالكم كيف ما كانت، راه كيجي كيليق معها، والثمن ديالهم غير ب 600 درهم. نكملوا وندوزوا دابا لهاد الديكورات هادو. بالنسبه لهذا كاين هذا الشكل هذا ديال العصفور، هذا سبريدوسيكم في الفيديو اللي فات، راه كاين دابا راه مازال متوفر، الناس كيسولوا عليه. وبالنسبه لهذا كيجي زوج في واحد، كيجي كبورت بوجي تقدروا انكم ديروا فيه هكا الشميعه، وكذلك حتى تخليوها هكا غير كديكور، ما ديروا فيه حتى شي حاجه، من الشميعه تختاروا ان شاء الله اللون اللي بغيتوا. وكيجي كله هكا بالدوغي اكيد بالبديع وثقيل ما شاء الله. الثمن ديال هذا كيجي ب 40 درهم فقط. وكاين كذلك حتى الغزاله، الغزاله كنعتذر الناس كاملين اللي كانوا باغينها، راه مالوغوزمون ما بقاش فيها الحجم الكبير، راه باقي فيها حاليا دابا غير الحجم الصغير، والثمن ديالها راه كتجي غير ب 20 درهم فقط. وبالنسبه لهاد البلاطويات هادو اللي حاطه فيهم دابا هنايا، هادو راه كتقدروا انكم تديروا لهم حتى اليد ديالهم، راه كاينه في المحل، غير دابا هكا ما حاطاهاش معاهم. الا بغيتوها كديروها كاليد باش كتقوها كتهزوها هكا البلاطو ديالكم في الجوانب. وراه كاين فيه زوج ديال الاحجام، كاين فيه هاد الحجم هذا اللي كيجي كيف كيبان لكم كبير، وكاين هاد الحجم هذا اللي كيجي اصغر، هو اللي حاطه فيه هنايا، راهم ماشي نفس الحجم، شوفوا غير صغير ما شاء الله قداش كيجي. وهادو تحطوا فيه هكا، تحطوا مثلا القرعه هذا مع جوج ديال الكؤوس بحال هكا، ولا اخر تحطوا فيه اكيد عدد اكبر. بالنسبه لهذا الصغير فكيجي الثمن ديالو ب 80 درهم، كتجي فيه المرايه، كيجيو هكا فيه كله هكا بالعود المنقوش، وفي التحت راه كيجيو فيه هكا الارجل ديالو، نتمنى يكون واضح. ولا بالنسبه للارجل ديال البلاطو، بالنسبه للبلاطو هذا الحجم هذا كيف تذكرت راه كيجي ب 80 درهم. كاين هذا الحجم هذا اللي كيجي كبير، راه كيجي الثمن ديالو ب 100 درهم.
وان شاء الله ختامه مسك مع هاد الساعات الرمليه هادو اللي كيجيو فريمون راقيين بزاف. هاد حطيت لكم غير في ستوري في انستغرام. الناس اللي متبعيناش على الانستغرام دخلوا على الانستغرام، راه اغلبيه كنحط لكم هكا دي بروموسيون قبل حتى ما نحطهم هكا في اليوتيوب، فدخلوا تما وشوفوا تابوناو وشوفوا ان شاء الله. راه دائما كنحط لكم هكا دي ستوري ودي بوست اللي فيهم اخر ما كاين في المحل، وكذلك حتى شحال من حاجه كتكون هكا خصوصا ديك السلعه اللي كتكون ديال الاشهار كيكونوا فيها فيديوهات طرقات الاستخدام، راه كنخليها لكم عبر الانستغرام وكذلك حتى في ستوري ديال الواتساب. بالنسبه لهادو راه ساعه رمليه كتجي كتشتغل، تقدروا انكم ديروا بها مثلا هكا دي تشالنج مع وليداتكم الصغار باش يعطوا قيمه هكا الوقت كيف كنقولوا اكثر بحال الكرونو فوالا. وكذلك حتى غير كتبقاو كيف كنقولوا غير كتشوفوا فيها ما شاء الله هكا، راه كتجي فريمون ريلاكسونت بزاف، كتجي كلها هكا بالزجاج فوالا. وحتى الصوت ديالها كتعطي واحد الصوت فريمون جميل، وفيها هنايا هاد الحبيبات كيجيو هكا في اللون الدوغي حتى هما كذلك تري ديكوراتيف. بالنسبه للثمن ديالها فهاد العبار هذا اللي كيجي هكا كبير كتجي فيها اول حاجه بهذا الشكل هكا بحال الثماني، وبالنسبه للثمن ديال هذه راه كتجي ب 85 درهم. 85 درهم هادو راهم ما كتبقاوش نهائيا بقل من 150 درهم 130 درهم، يعني نحط لكم تخفيضات ترى لاول مره الساعه الرمليه الكبيره غير ب 85 درهم. وكاين هذه شكل متوسط هادي ماشي صغيره، هادي كيجي الثمن ديالها ب 75 درهم. 75 درهم كيجي الشكل ديالها دائري حتى كذلك الشكل ديالها فريمون جميل بزاف، وكلهم اكيد راهم كيشتغلوا ب 75 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. الوغ فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما نعاشكم ما تنساوش ملي لايك، وخليو ليا في لي كومونتير قولي كي جاكم الميزات ديال اليوم في هاد الديكورات وفي هاد الاشكال اللي فريمون هاد السلعه كامله اللي ان شاء الله الحمد لله جديده هكا في المحل. الناس اللي بغيوها فساليو ان شاء الله جيو هكا للمحل، ولا خليو ليا لي كوموند ديالكم في الواتساب. وكنذكر انه حاول ما تعطلوش بزاف على لي كوموند ديالكم، وحتى الا تعطلتو مثلا فدائما صوروني قبل ما تفيرسيو هكا باش تاكدوا انه السلعه ديالكم راها مازال كاينه ومتوفره في المحل. وبلا ما نطولكم كثر ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل او نتلاقاو هكا في الواتساب. مرحبا الف مرحبا بكم كاملين.